مرحبا، معكم غيدة مرزوق. اليوم راح انتقل الى بيروت لحتى نحكي مع مهندس بيئي ونحكي معه عن الموضوع اللي شاغل كل الناس بهالفتره، واللي هو موضوع السايلوس او اهراءات القمح اللي حميت نص بيروت بوقت الانفجار والمجزره الكبيره اللي صار بأربعة اب، واللي هلا بيصادف الذكرى السنتين لها من دون اي نتيجه ولا اي تحقيق ولا اي مشتبه فيه ولا اي حدا عم يتحاسب. اليوم بدي احكي عن هالموضوع ومواضيع اخرى كثير متعدده متعلقه بالبيئه مع المهندس البيئي زياد ابي شاكري. اهلا وسهلا فيك زياد. اهلا اهلا فيك يا غيدة. يعني انا اليوم سعيده جدا انه انت موجود معي، لانه بنعرف قديش حكينا من زمان، من كذا فتره طويله، وقت كنا عم نحكي اول ما انطلقت قصه المرشحين للانتخابات، وكنت وقتها عم تعلن ترشحك وقتها للانتخابات عن اللائحه الاولى، وكانت وقتها اللائحه اللي بتضم الوطني اللي بتضم سينتيا وبتضم بولا وقتها يعوميا، وقدرنا نوصل يعني لاتليست يعني شخصين قدرنا يفوتوا من الوطني على المجلس. بس نحن حتى لو انت كنت مرشح سابق، نحن حتى قلنا انتو وكل الاشخاص اللي كانوا داعمين هاللوائح كلها للتغيير، كنا عم نقول انه نحن رح نضل نشتغل من خارج ومن داخل المجلس، حتى لو ما فتنا على البرلمان، بالعكس رح نقدر نضل نشتغل برا، ويمكن حتى نقدر يكون موقفنا اوقات اقوى، لانه هني الله يعينهم يا حرام عم بيواجهوا اكثر الناس فسادا واكثر الناس قله اخلاق موجودين داخل مجلس النيابه لغايه اليوم. هذا شيء مؤسف جدا، الله يقويهم، لانه عن جد موقفهم ما حدا بينحسد عليه منهم لهالاشخاص اللي وصلوا. بس بالبدايه اليوم بدي احكي عن موضوع كثير اساسي، واللي هو موضوع اهراءات القمح. شغلت بال كل الناس، وهذا الشيء اكيد يعني كله هيدا اذا فينا نقول اكيد بده يكون موجود، ما في حدا ما عمل بي تي اس دي، يعني كل الاشخاص عملوا تروما من بعد الانفجار، ما في شك انه هيدا الشيء رعب لهم، غير لهم حياتهم، قلب لهم حياتهم، غير الاشخاص اللي تضرروا مباشره، فقدوا اعز ما يملكون، فقدوا اشخاص لهم، وفقدوا حتى اشخاص، فقدوا اعضاء بجسمهم من جراء الانفجار، وفي ناس بغيتهم لغايه اليوم بعضهم من الجرحى بعضهم عم بيموتوا من بعد الانفجار بعد بسنتين، غير الهجرة اللي صارت كمان بشكل كتير كبير من المناطق كلها. خلينا نبدأ بموضوع الإهراءات قبل ما نفوت بمواضيع بيئية أخرى، ونخبر الناس هالإهراءات اللي بلشت تحترق، ما بنعرف طريقة عرضية، طريقة مفتعلة، ما بنعرف من أول شهر تموز لغاية اليوم شو وضعها. لا، أول شيء خلينا كنت عم تقولي على موضوع الشغل جوات وبرات المجلس، اللي بده يشتغل بيشتغل ان كان برات المجلس ولا ناس انه يكونوا عم يشتغلوا. في مليون مشكله، نحن اليوم بانهيار اقتصادي، يلي هن مسؤولين انه يكونوا عم بيديروا الازمه الاقتصاديه، عم بيتعمدوا انه ما يديروها لاغراض بكره بعتقد بالمستقبل التحقيق معهم رح يبين ليش كانوا عم يتصرفوا بهالطريقه هيدي، وبنتامل انه نشوفهم بالحبوس ان الله راد ان شاء الله، يا قريبا جدا ان شاء الله. موضوع الاهراءات، اول شيء الاهراءات الحريق تبعه منه مفتعل، دكتور خلينا نتفق على هالشيء. الاهراءات اول شيء كمان في شق من هيدول الاهراءات اللي هو تقريبا بين 12 و14 متر هو تحت الارض. في مخازن. في مخازن بحطوا فيها حبوب، هي تقريبا بين 12 و14 متر تحت الارض. هولي بالايام قبل الانفجار كانوا يطلعوا الحبوب من تحت، بيستعملوا اشط جراره كونفير بيلتس. لما صار الانفجار وراح قسم منه لهيدا لهالاهراءات هيدي، انفقد التواصل مع البارتي التحتانيه منهم. يعني كان في ضل في كميه كتير كبيره من القمح ضلت تحت الارض بقلب الاهراءات تحت الارض. واللي صار كمان انه تكدسوا فوق بعضهم، انه الطبقه التحتانيه من هالقمح صارت عم تختمر بلا اكسجين. ولما بتختمر بلا اكسجين بتطلع غاز هو ميتان، وهذا غاز الميتان بيولع دغري لما تصير الحراره ملائمه. اللي صار انه هالاهراءات لهم سنتين هيك، دوب صار مارق عليهم شتويتين، وشتاي الدنيا على هالقمح يلي موجود تحت الارض،
شربين ماي. دونك صار في عوامل كلها بتساعد تيبلش التخمر اللاهوائي. شوبت الدنيا من شهر شهرين، بلش الغاز الميتان بفعل الحرارة يزيد الانتاج تبعه، وصار عم بيطلع من بين حبوب القمح. واجت الحرارة اليوم في شوب ببيروت فظيع، يعني قلنا تقريبا 10-12 يوم هيدي ايامها. دونك هذا الرطوبة مرتفعة جدا كمان، يعني بيروت ايضا عندها مشكلة رطوبة كمان اللي بعد مشكلة اكبر كمان 100%. على فكرة بين هلالين هون، بما انه انا مهندس بيئي، نحن اليوم عم نشتغل على ريسيرش بروجكت انك تستفيدي من الرطوبة تبع بيروت تتعملي شيء لكوندنسيشن للمي، تيصير كمان تقدر تستعمل المي. مش دايما مشكل. خلينا نستغل كل شيء عندنا، ما نحن بنقول قد ما عندنا اشياء عن جد فيها في موارد كثير مهمه عندنا ما عم نعرف نستغلهم مزبوط، وللاسف عم بيروحوا هيك 100%. فاذا اللي سبب الحريق هو عوامل طبيعيه. هلا هل كان هالحريق بيتفادى؟ انا برايي ايه بيتفادى لو في كان اداره مزبوطه. هيدا القمح يلي كان موجود تحت الأرض أكيد مكلف إنك تشيليه، بس بعتقد الكلفة ما بتكون أعلى من ما إنه الأكلاف اللي بدنا نتكبدها هلأ. نعم. الناس على أعصابها. في قسم من الإهراءات معقول ينهار. خلينا كمان نوضح، لأنه صحيح. كمان عم يتداولوا على الواتساب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أخبار، يعني بتعرفي على الطريقة اللبنانية كل واحد بيزد له شوية بهار وملح من عنده، بتفكري إنه في قنبلة هيروشيما موجودة بقلب الإهراءات. بس ما تنسى إنه كمان يعني لأنه زيادة هالقد هني مثل ما بيقول واحد ملدوع من هالمصيبة اللي صارت وقتها لأنه ملدوع، وخصوصي أشياء ما بتفهموا فيها ما تحكوا فيها، ما حدا يحكي بشغله ما بيفهم فيها، يعني لانه بيكون عم بيزيدوا فوق الطين بل. اول شيء اول نقطه، يعني خاصه هالمنطقه بالتحديد، يعني بيقولوا مزبوط انت عم تقول مثل خيفانين مثل هيروشيما، ما طلع لهم 4 آب كان مثل هيروشيما بالضبط. انا يعني معك انا معك، بس اليوم 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 بتتعلمي من اخطاء الماضي. اليوم انا ما بساهم ب باشاعات وصير انا زيدة وبخ وبهرة وملحة وانا ماني فهمان بهالشيء. يعني انا مش هيك حبيت انه انت تكون معي اليوم لحتى نقدر نوضح لهالشيء لهالموضوع، يعني لكل الناس، يعني مني وجد، لانه للاسف الشديد بنقول انه كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل الامور، يعني ما في حدا بس يكب اشاعه مصيبه هيدي دغري دغري بتكبر بتكبر، وما في اصعب لا. من انه قديش نعرف قديش اللبناني بينجر بالاشاعه، يعني الخبريه الحلوه ما بتروح ما بتبرم، الخبريه العاطله بينزاد عليها اشياء وبتبرم وبتعلق بروس الناس، هاي مصيبه كبيره الاشاعات. خلينا نوضح كم شغله اول شيء لحتى نضحض الاشاعات يلي عم تنعمل. صح. اول شيء بالاهراءات ما في اسبستوس. اوكي، هيدا الموضوع مفروغ منه. هول الاهراءات هن معمولين من بطون مسلح ومسلح بطريقة كتير قوية، ومشان هيك بعدهم مضاينين إلهم سنتين. اليوم كمان نقطة تانية، ما رح ينهاروا كلهم. أوكي؟ يمكن ينهار جزء منهم. يلي عم بيقولوا، يلي فهمته أنا من الجهاز الهندسي يلي عم بيتابع قديش عم بينحني الهيدا، عم بيقولوا عم تفرق كمان عم تتغير، يعني الانحناء تبعه كمان عم يتغير شوي شوي كمان مع الكم يوم اللي قطعه، يعني كمان عم بيزيد بس مش بهالطريقه انه ما حدا بيقدر يعرف امتين رح ينهار هيدا الجزء. نعم. اوكي، وما حدا بيقدر يعرف قديش من هالجزء رح ينهار. برجع بقول لك وبقول للكل انه هول الاهراءات انبنوا بالسبعينات وانبنوا بطريقة بطون مسلح فيه خرسانة حديد كتير كتير كبيرة، والرابط والراهن شو بيقولوا
يلي بيأكد هالشيء انه مش كل الاهراءات راحت بالانفجار. يعني أكيد هالمبنى صلب لدرجة انه بس القسم يلي مواجه للعصف تبع الإنبلة تبع التفجير هو يلي انهار، خاصة انه مثل ما قلنا يعني صمد بوجه الانفجار الهائل اللي صار، وقدر يحمي فعلا جزء كثير كبير من بيروت. يعني بيروت الجزء الاخر منها من جهه ثانيه لو ما في موجودين الاهراءات كان فعلا كمان عمل ضرر بعد اكبر بكثير. نعم، يعني لو ما هالاهراءات قدرت تصمد بوجه الانفجار كمان كان عمل ضرر اكثر كمان لبيروت. نعم. يعني نعم. فاذا هلا في قسم رح ينهار ما بنعرف امتين. نعم. ما في الضرر البيئي الوحيد يلي بده يتأتى عن هالانهيار الجزئي هو غبرة البطون اللي بده يوقع ويتفتفت هو وعم يوقع. بلشوا يشعروا فيه كمان المقيمين بالديامات تقريبا 500 متر تقريبا. في ناس بلشوا ما عم يشعروا بالغبرة. لا ما عم يشعروا بالغبرة، بيشعروا بشيء مزعج، عم يشعروا بريحة الحريق. اوكي. اي بعد ما في خبره، ما في انهيار بعد. ما انهار ولا شقفه منه حتى نفسر لهم. انا اليوم حبيت تكون معي زياد حتى نفسر لهم، يعني انا بدي اطمنهم بنفس الوقت بدي افسر لهم كل شيء، لانه الناس عن جد عايشه بخوف وما ناقصها نرجع نعيشها بخوف. يعني ما ناقصها بقى غير امور. يعني ما في خطر على حياه الناس حتى لو كله هيدا الاهراءات، لو كله، مع انه مش كلهم رح ينهاروا، جزء صغير منهم معقول ينهار ما بنعرف امتين، ما في خطر على حياتهم. اوكي، رح بيكون في ازعاج كتير كبير من موضوع الغبره. اوكي، بتامل انه هلا بعتقد حطوا بالنهار حطوا كاميرا رح تكون 24 ساعه هي عم بتراقب لحتى تعطي الارم دغري اول ما يحسوا انه في اي انهيارات. كل شيء مطلوب من الناس انهم يسكروا شبابيك بيوتهم، ويمكن لهالساعه او ساعه ونص يلي بدها تغبر الدنيا يكونوا قاعدين جوا ما يتنشأوا هيدي الغباير. بتأمل، طرحنا فكرة من قبل، بتأمل يقدروا يكونوا جاهزين انه فوج الاطفاء يكون موجود بالبور ويكون عنده كمية من المياه جاهزة وكافية انه هو وعم بينهار هيدا المبنى يكونوا عم بيرشوا مي لحتى يقدروا يعملوا مانجمنت للغبرة، بيقدروا يخففوا تقريبا 50-60% من الغبرة المتطايرة، اللهم إذا كانوا جاهزين ومجهزين حالهم. طب هون كمان بدنا نحكي كمان بموضوع الدفاع المدني، يعني كمان للأسف الشديد صار في كمان يعني مجزرة ومصيبة بحياة كمان عدد كبير من الأشخاص وعناصر الدفاع المدني. موجه لهم كل التحية يعني لروحهم ولأهاليهم اللي قضوا المقاضي. يعني إذا فينا نقول مش بس هيك، حتى يلي بعدهم طيبين هلا، هول جماعة completely volunteers، هول منهم مثبتين، ما عندهم أي حقوق، ما عندهم أي عائدات، هول جماعة يعني عايشين على حسن نية الناس اللي حواليهم يلي هي عم بتساعد. هيدا شيء مخزي على فكرة. كمان بس لما بيكون عندك إدارة مثل هالإدارة يلي نحن فيها، يلي هي أكيد عيب نسميها إدارة، أنت بعدك بحكم منطق ميليشياوي، والميليشيا ما بتعرف تعطي، الميليشيا دايما بتاخد. صح، للأسف الشديد فعلا هيدا الشيء أساسي. شريك ما بحياتها الميليشيا بتبني دولة. وهون المي يعني مثل ما قلت، إذا قدروا يتجهزوا قد ما بيقدروا بالمي، هون منيحة عم نشوفك عم تشرب مي كمان مجهز بالمي أنت يعني زياد. هون بدنا نقول إنه فإذا المي بدها تكون من الأرض، مش إنه بحاجة لطوافات يعني ترش مي من فوق. ما بظني، طوافات ما عندها هالكمية القدرة إنها تكب هالقد مية. إذا بيأمنوا عدد كافي من خراطيم المياه على الأرض وهن واقفين ورا واخدين الاحتياطات تبعهم، بعتقد الماي اللي بيقدروا يكبوها فيها يعني تعمل مثل درع إذا بدك مائي، لحتى لأنه الغبرة أول ما تشوف الماي دغري بتلتزق بالماي وبتنزل معه.
يلا منيح ان شاء الله لحتى نطمن الناس يعني هون. فاذا بدنا نقول انه مثل ما ذكرت يعني كاميرا النهار اللي بدها تكون موجوده معهم 24/7 رح تعطي دغري الالارم، وهون الناس بس ساعتها بدهم ينتبهوا يعني بدهم يعملوا شو بدهم يعملوا دغري، شو بنقول لهم؟ شو اول الامور اللي لازم سكروا الشبابيك، سكروا الشبابيك بيوتكم اذا انتم قراب، اذا انتم قراب يعني هو الواقع الكبير رح يكون ب ريون 500 متر. نعم. هذا الواقع الكبير. الغبرة معقول توصل ل 1500 متر. فكرة المي هيدي فكرة ما يمكن ما يطبقوها. اوكي؟ يمكن ما يطبقوها. بس اللي عم حتى ولو ما طبقوها الغبرة معقول توصل ل 1500 متر من حرم الاهرام. الاهراءات. طب هون كمان بس بدنا كمان نطمن الناس يعني بالنسبه لموضوع الاهراءات يعني لانه كمان يعني خاصه اهالي الشهداء والضحايا وكل الاشخاص اللي تاثروا بشكل مباشر بالانفجار، نعرف انه كلهم كانوا عم يحاولوا نحافظ على الاهراءات كموقع كمان تاريخي يحفظ يعني هالجريمه يضل موجود حدها. وايضا كمان كان في خوف هلا من يصير في مثل محي لاثار الجريمه كمان للاسف الشديد، بعد ولا حدا بعد راح ليتحقق معه، كله رافض يروح وكله معتبر حاله اهم من القانون وفوق القانون ب100 مره. قديش هذا الشيء كمان موجود يعني؟ لا هلا اكيد هدول الاهراءات شاهد على جريمه فظيعه ارتكبت بحق ناس هالمدينه وهالمدينه. هول الاهراءات انا برايي ما لازم يندق فيهم اول شيء قبل ما يخلص التحقيق ونوصل لحقيقه شافيه لكل الناس ولكل الضحايا ولكل اهالي الضحايا. بعدين من بعد ما نختم هيدا الجرح كلنا سوا منقرر، ما تنسي اليوم انه نحن مش بس بلبنان، اليوم بكل بلاد العالم كل البلدان عم تحكي بالامن الغذائي. اوكي؟ اليوم في مشكله قمح بكل بلاد العالم. صحيح صحيح. اليوم هول الاهراءات كانوا مخزن، ما تنسوا هول مخزن اخر شيء. ونحن ببيروت عايزين يكون عندنا مخزن، هيدا مخزن استراتيجي. نعم. اوكي؟ هلا بضل هيدا معلم ومنعبر اهراءات حدهم تانيين، هل في محل انه ينعمل اهراءات تانية؟ لانه على الاكيد نحن كبندينة عايزين مخزون استراتيجي من القمح يقدر يلبي المدينة. صح، لانه للاسف الشديد يعني لبنان يعاني بشكل كثير كبير من موضوع ازمه القمح والطحين وكل هالامور. يعني كان اوريدي عندنا مصيبتنا اوريدي لحالها، ولما اجت كمان الحرب على اوكرانيا كمان اكل السوق كمان كليا، يعني كانه ناقصه كمان مش بس مصيبته لعيش فيها، كل مصيبه بتصير برا بترجع بتاثر على لبنان. قديش هذا الشيء كمان ممكن نقدر نحافظ عليه؟ بدي اقول شيء كمان مستمعينك يعرفوا هالشيء. نعم. اليوم كل هالحوادث اللي عم بتصير من كورونا لا موضوع اوكرانيا، حرب اوكرانيا وروسيا وكذا، المفعول الاولي لهالازمتين هو انتهاء شيء اسمه عولمه globalization. نعم. اوكي؟ اليوم حتى انك تشحني، حتى موضوع الشحن صار متعسر وصار مكلف كتير. هذا الشيء اساسي جدا. انا سياد هذا اللقاء رح يكون بعد له لقاءات كثير بعد ثاني يعني لاحقا، لانه عن جد هالموضوع عم يغلب لبنان. واليوم حبيت انه نطمن الناس على القليله بقصه السايلوز، انه الاهراءات حتى لو بلشت توقع شوي شوي ما يخافوا، بس بوقتها بيسكروا شوي الشباك، بحطوا ماسكات اذا اضطروا يمكن، او اشخاص كبار بالعمر اذا هن قراب لازم يحطوا ماسكات. اكزاكتلي. سو ما يشغلوا بالهم، حتى ما نشغلهم بالهم، ما ناقصهم شيء يرعبهم كمان زياده. على فكره كمان لك تتعرفي كمان هذا، انه الصليب الاحمر بلش يعمل مسح بالمنطقة القريبة من الإهراءات وبلش يعطي ماسكيت للعالم لحتى أول ما يسمعوا أنه انهار جزء. برجع بأكد أنه مش كل الإهراءات رح تنهار، في جزء الشمالي منها قسم منه كمان رح ينهار مش كله. أول ما يسمعوا هالشي وإذا كانوا هن ضمن المنطقة القريبة وعطيوهم ماسكيت دغري يسكروا شبابيك ويحطوا الماسكيت و
الله يقويك يا زياد. نحن هيدا الشيء اليوم اللي بدنا نعمله، بدنا نختم على ايجابيه، لانه عن جد الناس بدهم يتمسكوا بخبر ايجابي، وهذا الشيء اليوم فعلا خبرتنا اياه من خلال عدد من المشاريع عم تشتغلوها، وخاصه من خلال الموضوع اللي شاغل الناس كلهم هلا بهالفتره اللي هي اهراءات القمح. شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيك، والى لقاءات اخرى كمان قريبا ان شاء الله. اكيد انا لحتى بدعيكم لحتى تحضروا هاللقاء مع المهندس البيئي زياد ابي شاكر، بدعيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لي، وانا بشوفكم بلقاء جديد. Thank you.